راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدموا إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 16 شهر 6 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إدانة واسعة لاغتيال والي غرب دارفور وتباينات حول الجهة المتهمة بارتكاب الجريمة. المحامي صالح محمود ما يجري في الجنينة تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، وفولكر يكشف عن معلومات مقنعة بشأن اتهام الدعم السريع. استمرار المعارك في الخرطوم للشهر الثالث ومقتل وإصابة 17 شخص في الرحد ونزوح 1000 شخص في العبيد. إجراءات جديدة لبنك السودان وتمديد إغلاق المجال الجوي إلى 30 يونيو. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدانت قطاعات واسعة اغتيال والي غرب دارفور خميس عبد الله بكر والتمثيل بجثته بعد اختطافه بواسطة الدعم السريع يوم الأربعاء، واتهم رئيس مجلس السيادة الدعم السريع باغتيال وتصفية الوالي، بينما أكد الناطق باسم القوات المسلحة أن الوالي لا علاقة له بالصراع بين الجيش والدعم السريع. وتبرعت قوات الدعم السريع من اغتيال خميس وأشارت إلى قتله بواسطة متفلتين من إحدى المكونات القبلية بعد اختطافه من قوات الدعم السريع أثناء حمايته. تضاربت تصريحات وبيانات التحالف السوداني بشأن اغتيال رئيسه، حيث اتهم التحالف في تصريحات صحفية الدعم السريع باغتيال رئيسه خميس بكر مؤلنا الاحتفاظ بحق الرد، بينما أصدر نائب التحالف حافظ عبد النبي بيانا يتهم فيه الميليشيات باغتيال خميس. من جهتها اتهمت حركة العدل والمساواة الميليشيات المسلحة باغتيال والي غرب دارفور بعد اختطافه من مقر إقامته، وأدانت الجبهة الثورية اغتيال والي غرب دارفور ودعت لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة دون أن تتهم جهة بعينها، فيما وصف عبد الواحد اليد التي قتلته بأنها يد جبانة لا تعرف قيم الحرب وأخلاقها. بدورها اتهمت الحركة الشعبية قيادة عقار الدعم السريع باغتيال خميس بكر واعتبرتها من أبشع جرائم الحرب. أدانت بعثة اليونا تامس مقتل والي غرب دارفور في الجنينة خميس عبد الله بكر يوم الثلاثاء مغرب عن صدمتها للحادث الشنيع، وأكدت في بيان أن إفادات شهود عيان مقنعة تنسب هذا الفعل إلى الميليشيات العربية وقوات الدعم السريع، على الرغم من أن قوات الدعم السريع أبلغت البعثة بنفي تورطها في هذا الفعل. وقال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان أن القتل الوحشي لوالي غرب دارفور أمر مروع، وفي الأثناء أعرب المجلس النرويجي للاجئين عن انزعاجه لتصفية خميس بكر داعيا لإيقاف الوحشية. من جانبه اعتبر حزب الأمة القومي اغتيال الوالي سلوكا إجرامي وتطورا خطيرا للصراع، متهما مجموعة مسلحة بارتكاب الجريمة. وأدان ياسر أرمان القيادي في الحرية والتغيير مقتل والي غرب دارفور والقتل الذي أصبح للهوية في الإقليم، واتهمت كتلة ثوار غرب دارفور نائب الوالي كرشوم وقائد الدعم السريع عبد الرحمن جمعة باغتيال خميس بعد اختطافه، وحملت في بيان القوات المسلحة مسؤولية التقصير في حماية خميس، فيما اتهمت هيئة محامي دارفور الدعم السريع بارتكاب الجريمة. قال صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور والقيادي في الحزب الشيوعي أن اغتيال والي غرب دارفور جريمة بشعة، وأشار إلى غياب المعلومات عن الجهة التي نفذت عملية الاغتيال، داعيا الدعم السريع والجيش والمواطنين الإدلاء بمعلومات كافية حول ما جرى، وأكد صعوبة إطلاق أحكام في ظل هذه الظروف. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن ما يجري في الجنينة
يرقى لدرجة التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مبينا أن العدد الكبير للقتلى والجرحى. وأضاف في هذا الخصوص: عندما يتم حصار هذا العدد الهائل من الناس وبدون أن تتوفر لهم الاحتياجات الأساسية، إذن من الطبيعي أن يموت عدد كبير جدا من الناس، وبالتالي هذه هي جرائم التطهير العرقي، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية. بالتأكيد وبكل تأكيد هذا ما يقوله القانون الدولي في هذا الصدد. الدليل على ذلك العدد الكبير من الموتى، أكثر من 1100. قال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السابق إن الميليشيات القبلية العربية هي المسؤولة عن تصفية والي غرب دارفور، وأشار إلى ضلوع مجموعة أبو طيرة وعناصر من الدعم السريع ومجموعات أخرى، وأدعى في مقابلة مع راديو دابنغا قوات الدعم السريع لإجراء تحقيق مع جميع الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو الخاص باغتيال الخميس، واتهم جهات لم يسميها بالسعي لنقل الحرب السياسية الدائرة في الخرطوم إلى صراع اجتماعي حول الهوية والعرق في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص: الأخ خميس بكر أظهر مسؤولية منقطعة النظير لكونه دافع عن موقفه وعن المدنيين، وهو بالمناسبة الوحيد الذي ظل وسط المدنيين يدافع عنهم حتى آخر لحظة، ولذلك الجريمة التي وقعت بحقه هو والجريمة التي وقعت بحق جميع المدنيين سواء كان بمدينة الجنينة أو بعض القرى التي تتبع إلى ولاية غرب دارفور، جريمة ضد القانون وجريمة ضد الإنسانية. قللت نور الصادق القيادية في الحزب الشيوعي من التداعيات المتوقعة لاغتيال والي غرب دارفور، مبينة أن الدعم السريع استباها جنينة بصورة تامة، وأضافت: ليس هنالك ما يمكن أن يجري أكثر مما جرى. وقالت في مقابلة مع راديو دابنغا أن والي غرب دارفور الذي جرى اغتياله منهاز للجيش، وهو جزء صغير من الانفلات الذي يجري في البلاد. وأضافت في هذا الخصوص: أنا بفتكر أنه الوالي ما كان منحاز، وبالتالي حصل اللي حصل. يعني أنا بفتكر إنه هو جزء صغير جدا جدا من الانفلات الأمني الحاصل في البلد. الليلة الجنينة لا فيها كنترول لأي حد، لا حكومة، لا حركات، لا حتى الدعم السريع الشغالة دي برضه هو ما قادر يعمل على كنترول. أدان الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز اغتيال والي غرب دارفور خميس أبو بكر، وطالب بتكوين لجنة تحقيق محلية أو دولية حتى تبيد في ملابسات الاغتيال. وقال في مقابلة مع راديو دابنغا أن الصراع في غرب دارفور يختلف عن الصراع في الخرطوم وبقية ولايات السودان، مبينا أن الصراع سيأخذ منها كما حدث في السابق في عهد الرئيس المقلوب عمر البشير، وشدد على ضرورة التحقيق في هذه الجريمة البشعة. وأضاف لراديو دابنغا: بديل القصة بتاعت القتل، أيضا أطالب بلجنة تحقيق سواء كان محلية أو لجنة تحقيق دولية، لأن في هذه الظروف لا خيار غير أن تكون هناك لجنة تحقيق دولية، لجنة تحقيق دولية حتى تبت في هذا الأمر. وفي تقديري هذا الصراع هو يختلف عن الصراع في الخرطوم وبقية السودان، وبالتالي هذا سيأخذ منحة كما حدث في السابق، يعني أنه كان البشير حاكما ووقع بعض الأخطاء فيما يتعلق باغتيال المدنيين والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، كان الناتج هو أنه ذهبت هذه القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. قال الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز إن مدينة الخرطوم شهدت صباح الخميس تحليق لطائرات سلاح الجو السوداني دون ورود أنباء عن قصف لمناطق تمركزات قوات الدعم السريع. وأوضح لراديو دابنغا أن معارك حدثت في شارع 60 ومناطق بحري، وقصف بالطيران للمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع خاصة في منطقة كوبري الحلفاية من الناحية الشرقية. وأشار إلى أن هناك حديث يدور عن اشتباكات بمنطقة المدرعات الشجرة، ولفت إلى انعدام الأدوية في الخرطوم ومشكلة في الإمداد الغذائي. وأضاف الصحفي أشرف عبد العزيز لراديو دابنغا في هذا الخصوص: في الخرطوم نعم، بالأمس كانت هنالك ليلا، يعني كانت هنالك معركة ضارية بمنطقة المهندسين، ونجم عنها مقتل حوالي مواطن، مقتل مواطنا بمنطقة المنصورة، وكذلك إصابة 7 آخرين. كذلك أيضا كانت هنالك اشتباكات في مناطق شارعين، وكانت هنالك اشتباكات في مناطق البحري، ولكن اشتباكات الأمس
كلها كانت هي مع ذلك هي محدودة، ولكن هنالك أيضا قصف بالطيران تم على المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة في المنطقة التي تقع في كبر الحلفاية من الناحية الشرقية. أعلن بنك السودان المركزي أن اتخاذ جملة من إجراءات لتجاوز إشكالية توقف وعدم استقرار الخدمات المصرفية بسبب الحرب، وأشار البنك في بيان إلى سداد مرتبات القوات النظامية من شهر أبريل 2023 بجانب مصروفات التسيير لبعض القطاعات، ونبه إلى فتح نوافذ لشراء النقد الأجنبي ومتابعة إجراءات الصادر والمساعدة في انسياب التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمقابلة بعض الالتزامات العاجلة، بجانب منح التمويل المصرفي للمستفيدين في القطاعات المختلفة خاصة القطاع الزراعي والقطاعات الصغيرة وصغار المنتجين، وأشار إلى إعادة بعض التطبيقات للعمل وإعادة بعض فروع المصارف التي كانت متوقفة للعمل. توقع الخبير المصرفي حافظ إسماعيل في مقابلة مع راديو دبنجا أن عقبات أساسية ستواجه الإجراءات التي أعلن عنها بنك السودان من بينها المركزية، مبينا أن الخدمات والسيرفرات الرئيسية للبنوك توجد بالخرطوم مع عدم توفر احتياطي باك أب لها خارج الخرطوم أو خارج السودان، وأوضح أن البديل يتمثل في العودة إلى العمل اليدوي الذي يتسم بالبطء، وأضاف إن الإجراءات المتعلقة بالتمويل الزراعي أتت متأخرة ولا تتمكن من اللحاق بالموسم الزراعي، وأضاف في هذا الخصوص هو منشور لحد كبير كويس، لكن الواقع حقيقة بيخلي أغلب الإجراءات اللي تعرض لها المنشور ما تتم يعني في مركزية، يعني مثلا تلقى كل السيرفس الرئيسية بتاعت البنوك وبنك السودان كلها موجودة في الحكومة وما عندهم باك اب كان برا السودان أو جوا السودان، يعني لو عطل عطل للسيرفر الرئيسية خلاص العمل بقيف، وده بالضبط الحاصل. قتل 10 أشخاص وأصيب 7 آخرين في اشتباكات بين قوات الدعم السريع ومواطنين في مدينة الرحد بولاية شمال كردفان يومي الأربعاء والخميس، وأدت الأحداث إلى توتر الأوضاع في المدينة ونزوح أغلب سكان المدينة إلى القرى الطرفية، كما أدت الأحداث إلى إقلاق طريق الأبيض الرحد مجددا. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا لأنه هذا الرحد قام ترس المدينة كلها، راجع يدخل الرحد قالوا لهم ما تدخلوا، قال لهم يا جماعة لن نمشي للعمدة والناظر، قال لهم لا لا، قال لهم ما تقابلوا لا الناظر لا لا. فبعد ذلك دخلوا عنوة طبعا ضربوا رصاص ثقيل جدا يعني أدى إلى قتل 2 من المواطنين في الليلة حصل 4. ارتفع عدد النازحين في مركز الإيواء بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان إلى 1042 فرد، أغلب من النساء والأطفال وكبار السن، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس. وبحسب إحصائيات مفوضية اللاجئين فقد بلغ عدد الأسر النازحة في المدينة 174 أسرة وعدد الأفراد 1142 فردا. وقالت مصادر أخرى لراديو دبنجا أن 520 نازح قدموا من عدد من القرى جنوب الأبيض جرى إيواءهم في 3 مراكز شملت مدرسة الأبيض الصناعية العمدة عبد العزيز ومدرسة اليرموك. وأضاف مصدر لراديو دبنجا يعني أنه في معسكرات تانية ناس نزحوا من خارج الأبيض جو الأبيض مع البرقة جنوب الأبيض، بالإضافة لأنه في ناس جايين الخرطوم، بالإضافة لبتاع الشروق دي بتاع الأبيض هنا النازحين من الأبيض في مدرسة الشروق عددهم 64 أسرة تقريبا زي 400 فرد. ينظم أطفال هولنديون من أصول سودانية منشطاً لدعم السلام في السودان العاصمة الهولندية أمستردام في 25 من يونيو الجاري، وقالت الدكتورة عزيزة آدم وهي طبيبة وباحثة في مقابلة مع راديو دبنجا أن المنشط ينظمه أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 14 عاماً ولدوا وترعرعوا في هولندا من أجل دعم السلام ورفض الحرب، وأكدت أن الأطفال سيتحدثون في حضور وسائل الإعلام الهولندية عن الأوضاع في السودان في محاولة لإيصال صوت إخوانهم في السودان والتفاكر بشأن تقديم الدعم المادي والعيني. وأضافت في هذا الخصوص الحقيقة المبادرة هم قايمين بها أطفال هولنديين من أصول سودانية، الفكرة أنهم عايزين يعملوا إيفنت دعما للسلام في السودان، وعايزين يقعدوا مع بعض ويتفاكروا كيف حيساعدوا أطفال السودان في ظل الحرب العين الشغالة هسه، وكيف يكونوا دعم وسند لأهلهم في السودان.
أعزاء اللواء معاش أحمد إبراهيم أمبدة، فشل الهدنادة السابقة لعدم وجود قيادة وسيطرة حقيقية لقوات الدعم السريع، وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتكاب أفراد الدعم السريع جرائم ضد المواطنين في الخرطوم وعدد من مدن دارفور، مما يؤكد عدم السيطرة، واتهم الأمارات بتسليح وتدريب وتمويل قوات الدعم السريع. وقال إن الأمارات لديها مآرب في البحر الأحمر وتتوقع أن الدعم السريع يحقق لها إمكانية السيطرة على ساحل البحر الأحمر. الخبر الأخير في النشرة: مددت سلطة الطيران المدني في السودان اليوم الخميس إغلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران، وذلك حتى 30 يونيو القادم، استثناء قرار إغلاق الأجواء السودانية الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح العبور من قبل الجهات المختصة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.